انطلاق الحملة الانتخابية تحسباً لرئاسية 12 ديسمبر شكلت الحدث الأبرز في الصحف الوطنية الصادرة اليوم. جريدة المساء وعلى صفحتها الأولى عنونت 5 متنافسين على كرسي الرئاسة، وعادت إلى تفاصيل ميثاق الأخلاقيات الذي يجمع السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، الإعلام والمترشحين، مشيرة بذلك أن المترشحين 5 يلتزمون بحملة شفافة. ومن جانبها جريدة الإكسبريسيون أبرزت أن الحملة الانتخابية تنطلق اليوم، والبداية من الجنوب الجزائري، حيث اختار أغلب المترشحين استفتاح لقاءاتهم مع الشعب من ولايات الجنوب، ولكل مترشح مبرراته. جريدة الخبر هي الأخرى عنونت 5 مترشحين في مهمة ميدانية صعبة، مشيرة إلى انطلاق الحملة الانتخابية وسط أجواء مشحونة ومتوترة وانقسام غير مسبوق بين الجزائريين، ظروف عادت إليها جريدة الوطن التي عنونت أن المترشحين على ميدان ملغم، وتساءلت كيف ستسير الأسابيع الثلاثة للحملة في مثل هذه الأجواء الصعبة. صحيفة الشروق من جهتها عنونت وينطلق السباق، في إشارة لبداية الحملة الانتخابية، كما رصدت ردود فعل المترشحين 5 بعد توقيعهم ميثاق الشرف لخوض الحملة. جريدة أوريزون ركزت على القيمة الهامة لهذا العقد التوافقي، معتبرة إياه سابقة في تاريخ الجزائر وخطوة لتعزيز الشفافية والحياد وتكافؤ الفرص للمترشحين 5. أما جريدة النهار فأبرزت التزامات المترشحين أمام شرفي في إطار السلوك الانتخابي المنتظر منهم بعد التوقيع على ميثاق أخلاقية الممارسة الانتخابية وتعهدهم بعدم خرقه.